السلام عليكم يا شباب، النهارده معانا فيديو جديد عن كيفيه تغيير اسم شبكه الواي فاي والباسورد بتاعها بطريقه سهله وبسيطه. فقبل ما نبدا الفيديو فضلا ليس امرا توقف الفيديو 5 ثواني وتدوس اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس، لان ده بيدعمنا ننزل لكم فيديوهات احلى واجمل. فشرح النهارده يا شباب هيبقى على شبكه 3.3 ام او ار. اول حاجه يا شباب بنتصل بالشبكه اللي احنا عايزين نغير باسوردها، ونخش على اي متصفح عندنا يا شباب، سواء المتصفح ده او بنفتح متصفح جوه الكروم وندخل على الموقع ده يا شباب. هسيب لكم الرابط بتاعه في وصف الفيديو تحت. بعد ما بنخش على الموقع بيدينا الشكل ده، بيطلب منها معلومات الادمن اللي عايزين نغير باسورد الشبكه بتاعتها. المعلومات دي يا شباب في اكتر الرواتر بتبقى ادمن، بيبقى الاسم فوق ادمن والباسورد ادمن. لو ما دخلش معانا يا شباب وادانا الباسورد غلط، بنروح للراوتر بتاعنا ويبقى مكتوب في ظهر الراوتر الاسم والباسورد والبيانات بتاعت الراوتر بتاعتنا. فكل اللي هنحتاجه اليوزر نيم والباسورد، نكتب كل حاجه سمول زي ما هي مكتوبه في ظهر الراوتر، ادمن admin سمول والباسورد بعد ما بنكتب الاسم والباسورد ده يا شباب بنضغط هنا، بيظهر لنا الواجهة دي يا شباب. ممكن الواجهة دي تتغير عندك في الشكل، اهم حاجة ندور على كلمة اسمها WLAN. في عندنا واحدة هنا يا شباب بس مش دي هي المطلوبة. بنضغط على البازك، بنضغط على الخيار ده ونضغط على WLAN، هيظهر لنا الشكل ده. اول ما بنضغط على ال WLAN هيظهر لنا الشكل ده زي ما احنا شايفين يا شباب. هنا اسم الشبكة 3.3 MOR، نغيرها الاسم اللي احنا عايزينه وليكن الاسم ده. الباسورد يا شباب زي ما احنا شايفين اللي هو ده WBA BRE shared key. نمسح الباسورد القديم ونكتب باسورد من عندنا. بعد ما بنكتب الباسورد اللي احنا عايزينه يا شباب بنضغط على الخيار ده، بنضغط على الخيار ده، وبكده يا شباب تكون اتغيرت البيانات بتاعتنا وظهرت الشبكة الجديدة اللي هي النجريدي، اتغيرت من 3.3 MOR للاسم ده. وبكده يا شباب نكون غيرنا اسم الشبكة والباسورد. ولو الواجهة بتاعتك متغيرة ابعت لي سكرين وابعت لي رابط السكرين بتاعك، وانا هشوف السكرين ده وهقول لك ازاي تغير الباسورد. فأتمنى تدعمونا بزر لايك واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. ولو واجهتك مشكلة عندكم استفسار اكتبوا لي تحت في الكومنتات. واشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.